امي يلا طنط هتشوف فيها امي كمان بجد ولا ايه؟ ايه رايك يا باشا؟ عملت كل اللي قلت لي عليه، بس الفيوزه اللي انت حطيتها لي دي عورتني في صدري. بص شفت السجن كله افتكر ان انا مت. المهم دلوقتي مفيش وقت، انت لازم تهرب. ركز معايا، سالم هيحاول يوصل لك، ما تقلقش انا هعرف امسكه. طه انا بخاطر بمستقبلي عشان صدقتك، ابوس ايدك يا طه ما تغزميش. ما تقلقش يا باشا انت رجوله، بس انا بيني وبينك لو مكانك هفكر 10 مرات. المهم دلوقتي عايزك تتنكر بشكل بحيث ان امك نفسها لو شافتك ما تعرفكش، فاهمني؟ وجب. يلا شوف اي حاجه اضربني بيها واجري انت نط من العربيه. اضربك يا باشا ايه؟ اضربني سيف يد، اضربني باي حاجه بسرعه عشان يصدقوا. يلا سيف يد ايه واحنا هربانين من المدرسه؟ طب تعمل ايه يا طه؟ استنى بقى. طه اللي بتعمله ده يا طه؟ طه؟ What the meaning of طه؟ Spelling! طه! I'm not طه. Don't tell me طه again. You understand? I'm Paki Pakilio Strono Bruno Ragab. You understand? لا طه. ولما تحب تعمل اسود ما تخشش على واحد اسود. I don't tell me طه again. You understand or no? طه. Paki. طه. Paki. طه. Paki. طه. Paki. طه. Paki. طه. طه. Paki. طه. Hello, Africa. Tell me how we're doing. Yeah, yeah. انت فين يا منكوس؟ يا جدعان ومش باين ان انا متنيل متنكر. بقول لك يا امه. في حد غريب هنا؟ ابوك. مش مشكله ابويا، مباحث، مخابرات، الناس اللي بتدور على بعض طول النهار دي. لا. مفيش. ابوس ايدك يا امه. انا جايه في مهمه قوميه، مش عايز اي مخلوق يعرف ان انا هنا. ما تخافش ولا النمله هتعرف اي حاجه. اوكي. ابني وش اجرام؟ اجرام 100 مره مش 99. 90 يعني قتالين قتل القتله المقتولين. لا لا وشومه على شومه وابني مجنن الحكومه. مع السلام. يما يما فضحتيني. هو ده اللي محدش هيعرف حاجه؟ يا ابني خلي الناس تفرح بيك، دول ما صدقوا ان ابن حتتهم مدوخ الحكومه. انت بقيت مجرم كبير يا طه، وكل الاعلان بيتكلم عنك. يعني انت شايفه كده يما؟ حقك يا طه. سحلاوي هه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 ه
تعالى يا سهير يا زكي. ايه يا اما اللي انت عاملاه ده؟ بقول لك استريني تويني تفضحيني. هتويك فوق السطوح. اما انا عايز اقول لك على سر، بس والنبي يبقى سر بيني وبينك. ابنك في مهمه رسميه يا اما. هو بيشتغل مع الحكومه والبلد عارفه كله تمام. حافظي عليا بقى ما تقوليش لاي حد. ها ماشي. ما هطلع دلوقتي، عايزك تصحيني 6 الصبح بالظبط. ليه؟ عشان افطر.